صرت النية مع الهبال زيد الحيلة في كل مكان أرواح تشوف في العيلة ولا في الجيران كاين الشبعان والجيعان راح المعروف ربي ضحك صاحبي ربي بكي يشرو ويبيعو بالكلمة ترى في قوقع الحومة لحيا لأخوه وين راهي يا مات الحرمة القدر والحشمة يا ابن أمي تبعو المصروف ربي ضحك صاحبي ربي بكي يا الحج نخضر عنده البيان والحقيقة لازم تبات تبع وشوف يعرف عمر مدة وزمان وعليها غضب كاع البيبان ولا بكشوف همي ضحك صاحبي وهمي بكي اقرا لزمان دير حسابك سي صلافي همي ضحك صاحبي وهمي بكي وقرا لزمان دير حسابك سي صلافي همي ضحك صاحبي خبز سخون بالفيل واش راك دير هنا واش راك دير انت خبز حاج تبيع الخبز قدامي هنايا الحاج حط حط خبز حط هنا هنا عمر اللي مدلي عمر اللي مدلك حط الخبز قلت لك حط الحاج انا شي بدري قد اربع هنا مدل هنا خبز قلت لك بدري قد البدر امشي 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 الحاج امشي امشي ما تحشمش بيعني هنا قدامي الخبز عمر دوك نتفاهم معاك السامي ردي يدي ادي روح ادي وروح بصحتك روح ادي كلها يا اخي يا سمير ها هدي وكور روح روح وليدي للدار روح للدار ما تقعدش وباطل ما تشري ما والو قول تحيا لحد الاخضر انا حاشو نخلص هيا روح وليدي صحيت روح منا روح منا روح هز السكاسك تاعك روح روح الله يسهل جبنا ديك السله الاخرى اللي من هي وديرك لي حطوا هذا الخبز من هي وهذا كل زيدوا عندو باسكو دوك اللي قال لي كله واش يا عمر واش واش هذا السيد راك بيع له خبز برا سيدي راه ندب لي انا نبيع ب 1000 ويبيع ب 1500 وقلت له قال لي عمر اللي باع لي صح انت اللي بعت له يهوني نبيع الهجنة نبيع للناس كل دوك انا روح يعاود له البيع يروح يدي يصدروا للخارج لا اللي يقول لي يعطيني خبز نقول واش دير بها تا وقال لي عمر اللي بيعني شي دراك تاني تبيع له بالك راك تخدم معاه تخدم معاه ومعايا ولا راك ترافي كيف الخبز ولا واش لا لا دوك الحاج اللي يجي يقول لي يعطيني 20 خبزه نقول له روح جيب لي دي 3 من الديوانه خلينا الحاج يرحمه ديك ديجا الواحد مسحور هو على رجل واحده ولا ميني مليح كيف هذوك كل ما نهضر لك تبداني على السحور وتبدا الشكاوي داير بينهم مندف ايوا راني ناجن وحدي الهاجن فاصوني وحدي السينوج وراني نحط فيه حبه قدام حبه عيد زيد لي خدام والله شوف فيها دير لي مين زيد لك خدام رانا قد حنايا هاو سبحان الله حاول تدخل معاك انا اخي انا بالك انا عندي لاطونسيون ومانيش لاحق روح خلينا عمر من بعد مر رمضان نشوفوا كيف غنديروا سيدي اي من بعد ان شاء الله ربي يدير لها توا بالعقل نزيد لك خدام اش في الليل السلامه السلامه مدام خويا يعيشك اون دومي باغيت ها اون دومي باغيت ما فهمتش نص خبزه ليه واش بك كمان نص خبزه ليه واش بك نورمال الحاج ما تبيعوش نص خبزه ادي خبزه سيدي لما عندكش الله سهل سيدي وراه المشكل احنا نبيعو بالخبزه ودمي باغيت مدام لا لا الحاج الخير كاين بصح نحتاج اون دومي باغيت اون دومي باغيت ايشونتيون تروحي تذوقيها وتجي ما فناش لا لا يا الحاج انا راني تعرفي قد عندي ما سمعتش ريت دومي باغيت من وقت فرنسا ملي كنت نخدم عند بوي دومي باغيت سبحان الله شوفوا ديك عليها مدام تعاونوا روحكم بالمطلوع واقيلا لا لا يا الحاج انا وراجلي وست وليداتي نحتاجوا اون دومي باغيت في ربعه وتاكلوا دومي باغيت برك كان بكري دومي باغيت ومن بعد لانكار والدنيا والراهي والراهي تاع دومي باغيت يا لحقت لهم شنو هذا يا وانا لحقت لهم وليدي علاش عدد باسكو عليها كي يشري دومي باغيت تاكل قيسها دوك راه يمشي 11 الخبزه 14 15 ومن بعد طيشت مليحه مدام كنت تبدير هذه شوفنا عطيها عمر دومي باغيت مدام حنا رانا نطيبوا فيه خبزات ماهمش نصاص ما عنديش حتى باش نقطعها لها ما عندناش هذاك اللي ما عندناش بنتي هذاك اللي يقطع على بالك حنا صافي لونطو ما بعناش دومي باغيت حنا نبيعوا غير حنا نبداو من ربعه من خمسه سته سبعه وروح دي فوا نلعبوا حتى 40 باغيت 50 باغيت كاين اللي 200 باغيت 100 باغيت اي 100 باغيت نحتاج ان دومي برك شوف ترى من المزرعه خبز من المزرعه خبز من الخبز راهي في التهيئة معليش من المزرعه من المزرعه عطيلها ساك صغير تاني كيما هي دومي ساك دومي ساك مدام هاك يا مدام قلتي لي تسكنوا هنا كيشير وي ديروا لنا قصه شويه عندي كالجور هنا ديروا لنا قصه شويه العاد واش بك راك تاكل في روحك انت واش بك سيدي واش تحوس عطيني 12 وي 12 وين راك وي وين وي ما تعطيلوش 12 سيدي عليه ما كانش 12 قلنا دومي باغيت رانا نبيعوا بدومي باغيت دوك 12 خلاص كاين غير دومي باغيت دومي باغيت دومي باغيت ايه
هذا قانون جديد الحال. قانون جديد تاعي هاي المرأة دروكا دومي باكيت وانت رايح تشري 12 واش دير ب 12 والحومه واش والناس كاع لهم دومي باكيت دومي باكيت من اليوم دومي باكيت انايا اف 12 يعني طلب في كرشي ناكل دومي باكيت انا وحدي ناكل زوج الحاج كيف تاكل زوج نضرب زوج خبزات واحد صح من اليوم تاكل دومي باكيت اتعلم تاكل دومي باكيت دخل في راسك حضاره تاع دومي باكيت علاه تدي 12 خبزه تاكل خبزه وطيش 11 هذا قانون تخرجتو على انا خرجت وين صايم يا الحاج تقدر قال انا صايمين كاع عندي لا طونسيون الحاج عندك لا طونسيون ولا واش ندير لك واش ندير لك انايا يا الحاج عمر عطيني الحاج واش يعني 24 عطيني 12 ما كانش 12 قلت لك واش كاين يا الحاج الوت ربي ما نهضرش معاك عطيني 12 ما كانش ما كانش اسيدي الحاج نغلق واش تغلق ونجيب الشرطه ونجيب وزاره الفلاحه ونجيب وزاره الماليه هادو كاع نحضرهم لك الحاج والله تروح تشكي للمنظمه العالميه تاع الخبز ما راني مدك الخبز مالا روح خطيني يرحم والديك ديجا راني مهاوض مش باكاش بعدا بيستول الحاج مش باكاش بيستول روح خلينا ندبر راسي معاك والله غير دومي سي دومي اصبر الحاج او سبحان الله العلي العظيم شطقني علينا كل الرغبه تاعك صحتك صحتك الحاج صحتك صحتك الحاج هذا ما ماشي يجيني خلاص هذا او سبحان الله قلت دومي سي دومي ما كان والو دومي سي دومي ما عندي حتى هذا خلاص هدن شويه هذا راه مصيبه هذا السلام عنم خويا الخبز تاع البسباس عندك الله يعيشك عندنا الخبز تاع البسباس عندنا الخبز تاع البطراف راك تمسخر بينا انت خبز تاع البسباس كاين البسباس عنده خبز ولا الحاج ترى كبير ماما تعرف خبز تاع البسباس كيف هذا وريني ترى خبز البسباس هذا الخبز يجيك شغل هكذايا والبسباس مدري من الفوق عندنا تاع القرعه كيما وجهك شت القرعه تاع القرعه شت راك تشبه الحبه تاع القرعه وجهك هيا بركه ما تمسخر بينا انت ما عنديش خبز البسباس ابي حوجوني من الدار ما عندناش خبز البسباس عندنا دومي باكيت دومي باكيت دومي باكيت تديها ولا روح عطيني 22 خبز لا 22 انا 22 الحاج حنا رانا 12 في الدار انا هو الصغير انا هو الضعيف انت نورمال ما تاكلش الخبز انت راك ريجيم لا كيفاش داك فدي تكون يحكموك برا يديوك انت راك ريجيم راك لور ما تاكلش الخبز الطبيب قال لي دير ريجيم عندك جهه ضعيفه على جهه قال لي كثر الخبز روح وليدي روح ما تاكلش الخبز شوف شوف نعطيوك نص خبزه والسكره وقدامنا دي ربطه بسباس روح فريها في دارك مي يرحم والديك راه وين نديرها يدي ما تجيش معلم انا على البليس اخويا لا انت تاكل في فمك والله بيدك معايا الحاج انا مشي بداري نلقاك لهنا هضر مع هذا الله يعيشك انا مشي بداري نشوف هضر معاك هذا تاع البسباس هضر معاه انت تعرف تراك في العصر حاجه تاع بكري ماما تعرف خبزه تاع بكري فيها دومات ماشي فيها دي مي باكيت وحنا رانا 12 في الدار يا الحاج على البليس انا هو الضعيف فيهم كان يجي خويا نص تاع الفيترينا ما يدخلش الداخل راني نسكر لك الفيترينا الحاج شوف شوف راكم في 12 في الدار انا 12 اليوم روح افطر في دار خالتي وين افطر في دار خالتي هو يسكروا هاتي روح روح الله يسترك والله العظيم روح ما كانش دو مي باكيت والله ما كانش روح ربي يسترك روح صح افطر انا نسكر لك الحاج روح نافرك روح سقم خنافرك روح روح سقم ذاك النيف اللي عندك سقم ذاك النيف ابو خنافر روح تسوم عليا انايا بيناتنا الحاج يعني والله غاري الليله الله محمد رسول الله هذا النص هذا منين جبتوا لي دوك دوكا شوف عمر نخدمه بالنص ولا نقسمه بالنص ما نقولش ما عندي حتى هضره واحده اخرى راسي اليوم ركب على دمي باكيت خلاص انا ما انا نقسمه الهضره على النص تا روح جي في نص حانوتك وانا نجي في نص حانوتي تبيع بالنص وانا نبيع ب 23 ونص سما نفرقوها درك تحكم الجهه اليمنيه انت انا ندير النص اليمني خلاص وتدي النص وانا ندير النص اليمني والخدمه راهي النص بالنص انا النص نهار راني نروح انا ما ندخلش لداخل نقولها لك انا الفرن راه يضرني انا ما ندخلش الداخل تاخذ كلش انا نص نقسموها نص انا نبيع دومي باكيت وانت تبيع على بغا 70 باكيت خلاص اليوم نفرق السوق اي ما انا الفور نقسموه على النص النص هذاك نطيب فيه باكيت وروح للنص تاعك دبر راسك انا لما الله ما على بالي انا اليوم شوف راسي قال لي دومي باكيت انت روح بيع من هي وانا نبيع من هنا نفرقوها اخويا وخلاص ديجا ما دوك ما تهضرش معايا الله يعيشك راني ساكت روح في جهتك اليمين يا ساعه الحاج على بالك بلي تالي تبعك يموت نص عمر والله ما على بالك يموت نص عمر كبر عمر روح مني هي ديجا كثرت عليها الهضره بزاف راني عييت روح من جهتك اليوم نقسموها المدام عندها الحق بالنص انا روح من جهه كي خلاص نفرقوا السوق اليوم تجي نبداو في لاكاس درك كل واحد يدير النص تاعو خلينا ندير النص تاعي انا الاول نص كلمه ماشي نقولها لك والله غادي ندي النص تاعي هاك حتى القرعه الصغيره هذه تاع دومي باكيت انا ندي النص تاعي وانت دير النص تاعك ها نعيدك انا اللي نقسم هاك حتى يا 100 هم كوارتي هنا في جيب فريد اروح للنص اللي من هي لا راه كي ونقول لك عجل كونتور راه وجهتي قسما بالله ماني طاقو اخدم في الظلمه نتاعي